شايف اللي انا شايفاه؟ انا مش مصدقه. معقول دي اختك؟ شوف بقى بتتكلم ازاي ولا بتعمل ايه. دي اختنا؟ معقول ده حصل؟ انا مش مصدق منظرها ده، كفايه منظر هضمها بس هي. وبعدين الشارع يعمل اكتر من كده. تعالي ننزل من العربيه ونشوف ايه اللي هيحصل. أمنية يا أمنية، عاملة ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. ايه ده ايه ده؟ مين؟ مريم اختي، ومش لوحدها كمان معاها عادل. عاوزين مني ايه؟ مالك يا بنت بتتكلمي بالاسلوب ده ليه؟ ما تتكلمي عادل. لا بقولك ايه، انا اتكلم زي ما انا عايزة، وما فيش حد فيكم له حق انه يتكلم معايا كلمة واحدة. احنا اخواتك الكبار ولازم تسمعي كلامنا. اخواتي الكبار اللي رموني في الشارع؟ مش كده، انا كبرت وفهمت كل حاجه، ما بقتش صغيره جايين لي تاني بعد اللي عملته فيا. عايزين مني ايه؟ بتنتي استنى وهدا يا عادل، انت معاكي حق يا امنيه، احنا كنا غلطانين، بس احنا اعترفنا بالغلطه بتاعتنا، واحنا عمرنا ما هنكررها تاني وهناخدك تاني. ويا ترى بقى ايه سر الحنيه الغريبه دي؟ انا متاكده مليون بالميه ان وراكم حاجه. ورانا ايه بس يا حبيبتي؟ انت جبتي الكلام الغريب ده منين؟ جبته من الشارع اللي انتم رميتوني فيه، ويا ريت تمشوا من هنا عشان اكيد ده مش مقامكم تتكلموا مع واحده زيه. يا ريت ما شفتش وشكم مره تانية هنا تاني. انت فاكره نفسك ايه يا بنت؟ انت فاكره اننا هنموت نفسنا عليكي ولا ايه؟ ما في 60 ده ايه ده يا عادل؟ المشكله عمرها ما تتحل كده. مشكله ايه بقى اللي انتوا عايزين تحلوها؟ صدقيني يا امنيه، احنا اتغيرنا وندمنا على اللي احنا عملناه، اوعدك ان ده عمره ما هيحصل تاني. احنا كنا بندور عليكي بقالنا كتير قوي وعايزينك ترجعي معانا. ارجع فين ولي اصلا؟ عشان كمان كام يوم تعملوا معايا كده مره تانية؟ اوعدك ان ده مش هيحصل، اسمعيني بس. مش عاوز اسمع منكم حاجه. استني يا امنية، اسمع اخواتك وشوفي هم عايزين ايه. يعني يا معلمة بعد كل اللي عملوه عاوزين اسمع منهم؟ اسمع اخواتك ومش هتخسري حاجة. يا ريت بس تمشي معانا ونروح اي مكان نتكلم فيه بدل ما احنا واقفين في الشارع كده. ماشي يلا بينا يا معلمة. ودي ايه اللي هيجيبها معانا؟ احنا مالنا بيها اصلا؟ هي المسؤولة عني دلوقتي، وانا مش هتحرك خطوة واحدة من غيرها. ماشي يلا بينا نروح في اي مكان. ده على اساس ان في مكان هيقبل يدخلنا فيه بمنظرهم وريحتهم دي. اكيد مش هندخل اي مكان بالمنظر ده ابدا. طب تعالوا نقعد في جنينة ولا اي حاجة. طيب تعالوا، انا عارفة واحدة قريبة من هنا. احنا بندور عليكي من زمان قوي، كان نفسنا يا امنية ان احنا نلاقيكي، واتفقنا ان انا وعادل كل واحد هياخدك عنده شهر ومش هنسيبك تاني ابدا. كلامها مظبوط، احنا ندمنا على كل اللي عملناه وخلاص هتعيشي معانا. انتوا بتتكلموا بجد ولا تضحكوا عليا؟ لا لا انا مش هفرح، انتوا اكيد بتضحكوا عليا. لا والله احنا مش بنضحك عليكي ابدا، تعالي معانا وانتي تاكدي بنفسك. انا مش عاوزه اروح معاكم في مكان، خلاص الدنيا ما بقتش امان، وانا ما اعرفش انتوا ممكن تعملوا فيا ايه تاني. هنعمل فيكي ايه يعني؟ اكيد مش هنعمل لك حاجه. عندك حق، هتعمل ايه اكتر من اللي اتعمل؟ ما انتوا رميتوني في الشارع. ما خلاص قلنا ندمان، هو فيلم ولا ايه؟ ودلوقتي هتيجي معانا وهترجعي تاني لحياتك الطبيعيه. تعالي معايا يا امنيه، عايزه اقول لك على حاجه. اسمعيني يا بنتي، الله اعلم ايه المصلحه اللي عايزينها اخواتك وهم ندمانين بجد ولا لا. بصراحه مش قادره احدد، بس طالما قدامك فرصه ترجعي ويبقى ارجعي يا بنتي. حتى بعد اللي عملوه؟ ايوه مهما كان يا بنتي، انك تكوني عايشه في بيت احسن ما تكوني عايشه في الشارع. كمان انتي لسه صغيره، يعني كده قدامك فرصه تتعلمي وتكملي حياتك بشكل طبيعي. انا خايفه يعملوا فيا اي حاجه، يعني افرضي كل ده ما حصلش. اديكي عرفتي طريقي، لو حد فيهم حاول يعمل لك اي حاجه ارجعيلي مره تانيه. بس خلاص انا لقيتها وعرفت انا هعمل ايه. هتعملي ايه يا حبيبتي؟ تعالي معايا بس نرجع لهم وانتي هتعرفي. هاي يا حبيبتي قررتي ايه؟ انا موافقه ارجع معاكم، بس عندي شرط واحد. شرطه ايه هو بقى الشرط ده؟ عشان ارجع معاكم البيت مره تانيه المعلمه صباحا تيجي معايا. ايه الجنان وشغل العيال ده؟ انا مش موافق طبعا، انا ممكن اديها قرشين تفرح بيهم، لكن الاشكال دي تدخل بيتي مستحيل طبعا. وانت مين قالك ان انا هاخد منك فلوس او حتى قبل ادخل بيتك؟ انا مش عايزه منك اي حاجه. قلتلكم كل شروطي موافقين كان بيها، مش عاجبكم سيبوني اروح اشوف اكل عيشي وبلاش عطله. يعني انت بتلوي دراعنا كده يا امنيه؟ سميها زي ما تسميها، ده شرطي وانا قلت عليه. امنيه تعالي معايا عايزاكي.
انت اتجننتي يا أمنية، ازاي تقولي كده من غير ما تاخدي حتى رأيي؟ طيب دول اخواتك وطبيعي ترجعي معاهم البيت، لكن انا اجي معاكي بصفتي ايه؟ ارجعي قولي لاخواتك انك خلاص غيرتي رأيك. بس انا ما غيرتش رأيي ومش عايزة اغيره، ارجوكي تعالي معايا. انت اكتر شخص حسيت معاه بالامان بعد ماما وبابا ربنا يرحمهم، ما تسيبنيش لوحدي معاهم ارجوكي، انا خايفة منهم قوي. بس يا بنتي مش صح ابدا كده. لا صح عادي، وبعدين يعني هما اللي عملوه كان صح، ما هما كمان غلطوا، ارجوكي تعالي معايا. شايفة اختك بتعمل فينا ايه؟ شايفة بتتصرف ازاي؟ اختك اتغيرت قوي قوي، ما بقتش البنت البريئة. ايوه بس افتكر ان احنا مضطرين ناخدها على قد عقلها، ما تنساش الورث كله في ايديها ولازم ترجع معانا. طيب وهنودي الست اللي هي عايزها تيجي دي فين؟ هتقعد عندي ولا عندك؟ مش عند حد فينا، هما يرجعوا يعيشوا في بطن ماما تاني، واحنا ناخد الفلوس كلها ونديهم جزء صغير منها وناخد احنا الباقي لينا، ده احسن ليا وليك، كده مش هتقعد عند حد فينا. طيب ماشي، اما نشوف اخرتها ايه. يلا بينا يا امنية، احنا موافقين على اللي انت عايزاه. يلا عشان خاطري تعالي معايا. يلا بينا يا بنتي لما نشوف اخرتها ايه. ياه انا مش قادره اصدق نفسي ولا قادره اصدق اني رجعت مره تانيه هنا، البيت وحشني قوي قوي. ما شاء الله يا امنيه، بيتك كبير وجميل. ده انا لسه هفرجك على البيت كله، هو هيعجبك قوي. طيب انا هاخد مريم ونروح نجيب لكم شويه حاجات ونرجع تاني. انا حاسه ان انا في حلم. انا كمان مش مصدقه، بعد كل ده هرجع اعيش تاني في بيت زي اي حد. ايوه صح، انت مش كملتي لي الحكايه، يلا قوليلي بقى ايه اللي حصل بعد كده. هقولك بس قبل اي حاجه، احنا لازم ناخد شاور ونغير الهدوم دي، بس انا ما عنديش هدوم للاسف. تعالي خدي من دولاب ماما، هي في هدوم عندها كتير قوي. بس كده ممكن اخواتك يزعلوا. وهما هيزعلوا ليه؟ هما مش بيلبسوها. يلا بينا. بس احساس النظافة ده احساس جميل قوي، انا حاسه ان ريحتي حلوه قوي وان بنتي جميله. انا كمان مبسوطه قوي، حاسه اني فرحانه قوي زي العيال الصغيره، بقالي كتير ما شفتش الشكل ده، حاسه اني رجعت ست مره تانيه. انت زي القمر في كل حالاتك يا معلمه. لا من النهارده خلاص مفيش معلمه، انسي الكلام ده، انا عايزاكي ترجعي تاني هاديه ومؤدبه وتنسي كل حوارات الشارع دي. انت بقيتي حلوه قوي يا امنيه ومؤدبه، انا عايزاكي تفضلي كده على طول. انت كنت سبب في ده من البدايه، بس يلا اللي فات مات. انا جبت لكم اكل وحاجات، ولو احتجتوا حاجه اتصلوا بيا او بمريم، احنا لازم نمشي دلوقتي، مع السلامه. اظن دلوقتي ينفع نروح المحمي وناخد فلوسنا بقى. المفروض، بس مش النهارده، كفايه قوي اللي شفناه، انا محتاجه ارتاح في البيت وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه. وانا كمان، بس الست اللي معاها دي شكلها غريب قوي، تحسها كده اتغيرت تمام بعد ما استحمت، وهي بتتكلم معانا كده تحسها ست واعيه وفاهمه كل حاجه، دي تعرف حكايتها. انا اخر اهتماماتي حكايتها، انا مروح وخليك اسرح انت بخيالك كده. تعالي بقى اعمل لك اكل عمرك ما اكلت زيها في حياتك، متاكده ان هي هتعجبك قوي. انت بتعرفي تعملي اكل صح؟ طبعا امال، ما تخافيش، قعدتي في الشارع ما نسيتنيش المطبخ ابدا. طيب يلا بينا على المطبخ. انت معاكي حق، الاكل طعمه حلو قوي قوي، تسلم ايدك. كل يوم هطبخلك وهعملك احلى اكل بنفسي كمان. طب ايه بقى، مش هتكملي الحكايه بتاعتك؟ انا مش هنعمل النهارده الا ما اعرفك، ولا لا تراجع ولا استسلام، المهمه صعبه. طيب يلا يا لمرا، انت بعد الاكل نروق المطبخ واحكي لك كل حاجه قبل ما ننام. ايوه كده، هو ده الكلام. ها
هبا احكي لي ابنك عمل ايه؟ جه ابني وقال لي انا تعبت منك قوي، انت بقيتي شخصية صعبة التعامل معاها، بصراحة بقى انا مش عايزك تعيشي معايا تاني في بيتي. عارفة انا يومها حسيت بكسرة ووجع قلبي كبير قوي، حسيت فجأة ان الدنيا بتلف بيا ومش قادرة اقف. قلت له ده بيت انت نسيت، لقيته بيقول له وبقى باسم شكلك انت اللي نسيتي، ونفذ تهدده ليا وطردني من الشقة. رحت لولادي التانيين لكن محدش قدر يفتح مني اكتر من 3 ايام، عملوا نفس اللي عملوه اخوهم وطردوني من حياتهم. قال لي روحي شوفي لك حتة تقعدي فيها، واللي قال لي شوفي لك اي دار مسنين تلمك ولا اي مكان، المهم بعيدي عن حياتنا. طيب وانت عملت ايه؟ ما رحتش اي دار ليه؟ ليه اخترتي تكوني في الشارع؟ مين قالك ان انا ما رحتش؟ جربت ورحت، لكن الدار اللي رحتها المعاملة صعبة قوي فيها، وكنت بتعامل باسلوب فيه اهانة، ما استحملتش ومشيت، ومن يومها وانا عايشة في الشارع كده. انت قصتك صعبة قوي، معقول حد يعمل كده في مامته بعد ما عملت كل حاجة عشانه؟ دول قاسيين قوي قوي وكلهم اسوأ. بس اكيد مش كل الناس كده ولا كل الولاد كده، الدنيا اكيد فيها ناس كويسة وعندها اصل. انا ما شفتش الناس دي ابدا. يا بنتي انتي لسه صغيرة ولسه هتشوفي كل حاجة في حياتك، اللي عايزك تعمليه انك ما تسيبش حقك ابدا ابدا، دافعي عن حقك واوعي تخسري مهما حصل. حاضر يلا ننام، انا حاسه اني ما نمتش بقالي كتير قوي. يلا بينا نروح للمحامي عشان نخلص من القصه دي. يا رب. احنا خلاص اتفقنا، انا هاخد الفلوس من البنك كل شهر وهنتصرف احنا. ايوه يعني كده امنية هتقعد عند مين فيكم؟ وانت مالك تقعد عند مين؟ انت حاشر نفسك قوي كده ليه؟ ما تنفذ شغلك وتاخد اتعابك وانت ساكت. صبرين هانم قبل ما تموت وصكني على بنتها الصغيرة، وانا بشتغل معاها من زمان ووصيتها واجبة التنفيذ بالنسبة لي. لا وانت صاحب واجب قوي، كل ده ما يخصكش، نفذ شغلك وبس. انا مش هديكم ولا جنيه ولا هتقدروا تاخدوا اي حاجة او تديروا الشغل غير لما اطمن على امنية. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت فاكر نفسك مين؟ انا ممكن اوديك في داهية واسجنك على اللي انت عايز تعمله ده. هو معاه حق، هي في الاول والاخر دي فلوسهم وهم احرار التصرف فيها. طيب تمام، بس انا عايز اطمن على امنية واشوفها لو برضو مفيش فايدة، بتتحشر بشكل غريب قوي. ما فيهاش حاجة يا عادل، خليه يشوفها يمكن يرتاح. أمنية في البيت ومعها واحدة بتاخد بالها منها، احنا بنجيب ليهم كل طلباتهم ونكون دايما معاهم باستمرار. تمام بكرة هروح اشوفها، ومن بعد كده هتكون كل حاجة تحت تصرفكم. افتحي الباب يا أمنية وشوفي مين بيخبط. حضرتك عاوز مين؟ معقول مش فاكراني؟ انا المحامي بتاع ماما وكنت باجيلها هنا كتير. خير يا استاذ اتفضل. ممكن نتكلم لوحدنا شوية؟ ادخلي العابي في الاوضة جوه يا امنية. عادل اللي جابك هنا علشان تخلي بالك منها، هو اتفق معاك على مرتب كام في الشهر؟ مرتب ايه يا ابني؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ امال انت جيتي هنا ازاي وامنية كانت فين الفترة دي؟ ده موضوع يطول شرحه، انا هحكي لك على كل حاجة. هي دي الحكاية، وحاليا انا وامنية عايشين هنا. اللي كانت متوقعة مدام صبرين حصل، وفعلا ولادها رموا اختهم الصغيرة في الشارع. انا مش مصدق ان الشر مالي قلوبهم بالشكل ده. احنا ياما هنشوف في الدنيا، ربنا يهدي. يا رب، انا هبقى مطمن على البنت معاكي، وخدي رقمي لو احتجتوا حاجة ابقي كلميني في اي وقت. تمام، شكرا جدا لحضرتك. ده حقها، انا مش هديها حاجة من معايا ابدا، كله من فلوسها وورثها. بعد اذنكم انا لازم امشي، عندي شغل كتير.
عاملين ايه؟ جيت اطمن عليكم. ليه مش جبتي اولادك الصغيرين يا مريم عشان العب معاهم؟ مره تانيه ان شاء الله طالما انتوا كويسين، انا مش هبقى اجيلكم مره تانيه. استاذه مريم، ممكن اتكلم معاكي شويه قبل ما تمشي؟ خير، عايزه ايه؟ طريقتك بتقول انك فاكراني هطلب منك فلوس. ما تخافيش، انا مش هطلب منك كده. امال عايزه ايه؟ عايزه انبهك يا بنتي للي انت بتعمليه انت واخوكي. انا عارفه اني غريبه ومش من حقي اتدخل، لكن في الاول والاخر دختكم الصغيره ملهاش حد غيركم. ذنبها ايه هي؟ ما في الاخر البذره واحده والام واحده. حطي نفسك مكانها، حطي ولادك مكانها. كنت هتقبلي يحصل فيهم كده؟ انت ام زي والدتك، حطي نفسك مكانها وتخيلي ان ولادك بيعملوا بعض بالشكل ده، ما كنتيش هتزعلي؟ فوقي يا بنتي، فوقي قبل فوات الاوان، وافتكروا ان الدنيا فانيه ومش باقيه لاي حد. حاضر، هفكر عن اذنك. معاها حق، ذنبها ايه البنت الصغيرة دي اللي نعمل فيها كده؟ دي ما عملتش لينا اي حاجة ولا ادتنا باي شكل، بالعكس دي كانت لطيفة معانا. دي طفلة، احنا اللي كنا بنعملها بشكل مش كويس. ماما قبل ما تقوت بصتني عليها. اكيد ماما زعلانة مني دلوقتي. انا لازم ارجع عن كل حاجة انا كنت هعملها وعملها كويس من تاني. ايوه يا عادل، احنا لازم نتقابل ونتكلم. خير، عايزه ايه؟ انا عايزه نتغير يا عادل. احنا ظلمنا امنيه وهي ما تستاهلش ده ابدا. البنت ما عملتش اي حاجه تاذينا، لكن احنا اللي ظلمناها وحرمناها من حنان الاهل وعيشناها لوحدها. عمرها ما كان هيقبل نفكر فيها يا عادل. ماما الله يرحمها وصتنا عليها وكانت احسن ام في الدنيا وما تستاهلش ان يحصل كده فيها. افتكر كل حاجه ماما حلوه عملتها. الست دي ما ينفعش ان هي تتوجع كده وهي ميته. البنت دي مالها الذنب؟ معاكي حق، من النهارده كل حاجه هتتغير واختنا هنعملها بشكل طبيعي. لازم تحسي مننا بالحنان والاحتواء لاننا اهلها. انا كمان هعمل كده. انا بجد مبسوطه قوي. انا بحبك يا مريم وبحبك يا عادل قوي. انا مسامحاكم على كل اللي عملتوه معايا زمان، ومن النهارده احنا احسن اخوات في الدنيا.